اخيرا وصلت للسوليتير كلينيك، ويلا بينا بقى نجرب هنعمل ايه النهارده. اول حاجه اتبسطت جدا ان عندهم خدمات كتيره قوي، واول حاجه كده حددت كل حاجه عايزه اعملها. بس لا، في كذا مشكله، في ناس كتيره قوي عندي بيسالوني ان اول ما بنخلص فتره الحمل بقى والرضاعه وكل الكلام ده شعرنا بيقع بطريقه مش طبيعيه. انا واحده من الناس اللي شعرها قصب جدا وبيقع بقى بطريقه يعني مش متخيله الشعر قد ايه. قولي لنا بقى ايه حل المشكله دي، عشان مشكله يعني صعبه جدا. كمان هنتكلم على مشكله برضو الستريتش مارك، فهنتكلم الاول على الشعر. نتكلم عن حاجه حاجه مبدئيا كده، سواء مشاكل الشعر او الستريتش ماركس، مهم قوي ان انا ابدا فيها واخد حذري شويه خلال وقت الحمل، سواء بفيتامينز باخدها. اولا البيبي بياخد كل التغذيه بتاعته من الام، مهم قوي ان انا اكون باخد الفيتامينز بتاعتي باستمرار خلال وقت الحمل. بعمل الجلسات اللي ينفع اعملها خلال وقت الحمل عشان بس ما اخليش في ازمه كبيره بعد الولاده اوريدي في مشكله حصل. بيكون مهم قوي ان انا ابدا من بدري، سواء ان انا بروح بكشف بشوف التحاليل بتاعتي لو في